لا يبدو أن هؤلاء معنيون كثيرا بما تجود به الدبلوماسية العربية من أخبار، فالمظاهرات مستمرة ليل نهار، ومعها يستمر قمع النظام للمدن والأرياف. لم يكد الاثنين الدامي ينقضي بعد مقتل نحو 120 شخصا على أيدي قوات الأمن، بينهم 70 جنديا منشقا في إدلب وحدها، حتى حمل الثلاثاء أخبارا أكثر دموية. فوفق ناشطين قتل عشرات الضباط والجنود من الجيش الحر في جبل الزاوية بمحافظة إدلب بعد تعرض المنطقة لقصف عنيف، كما وقع عدد آخر من القتلى في خان شيخون. آلة الموت إذن تتنقل من مدينة إلى أخرى، فما إن ينشق عدد من الجنود حتى يقوم الجيش بتطويق المدينة وحفر الخنادق حولها كما تظهر هذه الصور من حما. يعمد الجيش أيضا إلى قطع الكهرباء ووسائل الاتصال المختلفة، كما يقيم حواجز تقطع أوصال المدينة قبل أن يبدأ بقصف عشوائي ينهيه بالاقتحام. إضافة لمحاولة وأد انشقاقات الجنود المتنامية، يحاول النظام بكل قوته وقف إضراب الكرامة، الإضراب الذي دخل مرحلته الثانية بانضمام الطلبة بعد أن كانت الأولى حكرا على المحل التجارية.